سنوات، على الأقل 3 سنوات منذ أن تشرفنا بالتواجد في معاهد جنيف أحمدسان، بمعهد جنيف أحمدسان، صحبة الأستاذ حسن الزرداني باستضافة الأستاذ رفعت وطاقمه. نشكر بهذه المناسبة الأستاذ نزار المدير التنفيذي لمعهد جنيف حقوق الإنسان، واللي هو يحب المغرب كثير، ووعدنا وأوفى بوعده خاصة في مراكش وغيرها من المدن، وكان آسفي نصيبها أيضا بهذا التواجد. نشكر الأستاذ حسن الزرداني أستاذ رفعت على المجهودات بالرغم من كل ضيق الوقت والمغترين، ونشكر الأستاذ ميلاد لأنه تواجد الآن ربما في طريقه إلى ستراسبورغ إلى ستراسبورغ فرنسا. وكما قال الأستاذ حسن الزرداني وعدنا على أننا سنأخذ كما وعدتكم مجموعة إلى جنيف في دورة كوينية لاحقة، سنطلب من الإخوان أن نعود مرة أخرى، أن يعودوا إلى هذه المدينة، ولكن في انتظار أن يعودوا نحن إن شاء الله سنشتغل مع كل فعاليات الحقوقية والمجتمع المدني والإعلام من أجل أن هذه الأفكار اللي خدناها اليوم لأنها ما تبقاش، أننا نحاول أننا نطورها ونحاول أننا نشتغل بشكل جماعي. وأعطي كلمة ختام الأستاذ حجيب أكثر قيد منا وأستاذ حقوقي، لك كلمة ختام طبيعة الحال، لماذا تتعهد أن تقدم لنا كدعم كمحامي وكحقوقي، ولك كلمة ختام يكون شرف ختام الملتقى. باسم جميع الحاضرين فاعلين حقوقيين ومجتمع مدني محامون إعلام، كنوجه الشكر الجزيل لمعهد جنيف شخص المؤطرين ديالو والسيد رئيس مركز الدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والسي قلش غني عن التعريف، وكنقولوا احنا استفدنا امور ولو اننا حقوقيين ومحامون ما تنعرفوش كل شيء، ولكن الان عرفنا بعض الامور وعرفنا بعض المسائل العملية. كنشكر جميع المواطنين مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله.